الحقيقة وأنا بتجول في شارع فيصل على السوشيال ميديا لقيت بعض الصور فيها شاشة عرض مكتوب عليها كده، شايفين الشاشة دي؟ الإخوان جماعة إرهابية. طبعا ده هاكر يا معلم، وده أكبر رد وأقوى رد على الهاكر بتاع امبارح اللي هاكر بقى وجاب صور السيسي وشتم السيسي وأهان السيسي. فده يا معلم كده يعتبر كده خالصين واحدة بواحدة. بس هو الموضوع يا معلم يعني إيه، أول حاجة كده السيسي يعني في أرضه وسط جمهوره، فمعنى كده ان معلش انا اسف الجود اللي خده باتنين. دي اول حاجه. الحاجه التانيه فكره بقى الانتصار والنشوه والبطوله في حته ان انت تكتب على شاشه عرض في ميدان عام الاخوان جماعه ارهابيه وتحس ان ده انتصار. يا معلم على فكره انت ممكن تكتبها في مصر على التيشيرتات عادي عادي جدا ومحدش هيكلمك، ده انت بالعكس انت ممكن تاخد نشان في مصر، فده مش انتصار. لكن بقى كنت اتمنى ان تكتب مثلا ايه، الاخوان باعوا البلد، الاخوان فرطوا في سيناء، الاخوان مش عارف باعوا قناة السويس، الاخوان غرقوا البلد في الديون، الاخوان هارونا قروض، الجنيه بقى في الارض، الدولار علي ومش عارف ايه. اكتبوا كل الحاجات دي، قولوا الاخوان هم اللي عملوا الحاجات دي برضو، يعني ايه عشان تفكروا الناس بجرائم ومصايب الاخوان.